امبارح كان في انطلاقه قويه لحفلات ليالي مصر، واحيا الحفله الاولى محمد حماقي النجم الكبير في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي في اقوى حفلاته الغنائيه وسط حضور جماهيري ضخم. ان شاء الله الحفله الثانيه لليالي مصر هيكون فيها كايروكي يوم 13 يوليو في الاسكندريه. 4 3 2 1 محمد حماقي. الحقيقه انا بتشرف ان النهارده اول حفله من حفل ليالي مصر، واتمنى يا رب دايما النجاح والتوفيق لكل الحفلات وللمهرجان انه ينجح ويكسر الدنيا ان شاء الله. انا عايز اشكر الشركه المتحده واسمع لهم سقفه كبيره جدا جدا جدا. كمان عايز اشكر شركه تذكرتي واسمع لهم تحيه كبيره وسقفه كبيره جدا جدا جدا. بحبكم جدا وبشكركم جدا، كنت مبسوط جدا بوجودي معاكم واشوفكم تاني قريب ان شاء الله.